بالنسبة لهاد المباراة راه الإخوان اللعابة بدلوا مجهود وكاين بعض التحسينات اللي بدات، ورغم ذلك حنا تنعتبروا روسنا ديما خارج الميدان ديالنا. لو كنا تنلعبوا في الميدان ديالنا مدينة بني ملال غنحصلوا بعض النقاط أكثر من هادشي، وهذا التعادل اللي حصلنا عليه اليوم كان غادي نحصلوا على الانتصار، ولكن الحظ ما ساعدناش وتنطلبوا من السيد المدرب باش يبذل المجهود ديالو باش يكون تحسين.